سألت أحد السلفيين لماذا لم تتابع الإمام، فقال لأنه لا يستحق المتابعة لأنه قنت مثلا في الفجر والقنوت ليس من مذهبهم. فإن الأئمة الذين يجب أن نتابعهم فأي الأئمة الذين يجب أن نتابعهم؟ والمتابعة في كل عمل من أعمال الصلاة حتى في البروك كبروك الجمل في السجود وغيرها. لقد تكلمنا هذه المسألة كثيرة وكثيرة، فأقول الآن باختصار: يتابع الإمام إذا صلى على ما يعتقد، إذا صلى الإمام على ما يعتقد أنه الصواب وأنه مذهبه الذي يدين الله به ففي هذا يتابع. أما الإمام الذي يساير الناس ويداهنهم فليس له حرمة وبالتالي ليس له متابعة.